الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف في الكون الأهلي فوق الجميع. وإلى أخبار الألعاب الأخرى، حيث أكد إسلام حسن لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق بعد عودة بعثة المنتخب الوطني من الجابون. وأكد إسلام حسن أن الكدمة التي تعرض لها في مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة أمام المنتخب التونسي والتي خسرها الفراعنة لم تمنعه من المشاركة في التدريبات الجماعية بالأهلي. يواجه الفريق الأول الكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بقيادة حمدي الصافي غدا فريق سموحة في دور 16 لبطولة كأس مصر، وذلك في تمام الساعة 4 بصالة الشهداء بمقر الجزيرة. وأكد الصافي جاهزية الجميع للمباراة وأن هدفه التتويج بكل البطولات. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الكابتن حمدي الصافي المدير الفني لفريق طائرة الأهلي سيدات. كابتن حمدي أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك. كابتن حمدي، يا ريت تعرفنا على استعدادات الفريق بكره لمواجهه سموحه، وهل الفريق كامل العدد ولا لا؟ الحقيقه طبعا احنا استعداداتنا ابتدت من بدري جدا، لان احنا كان عندنا يوم الجمعه لقاء الشمس ختام الدور الاول، وكان استعدادات قويه في المباراه دي. والحمد لله يعني استعداداتنا كويسه جدا سواء على المستوى الفني او البدني او المهاري، والحمد لله ربنا وفقنا في المباراه وفزنا 3-0 وختمنا الدور الاول بصداره الدوري. الحمد لله الفريق الوحيد اللي فاز في جميع مبارياته. تابعنا طبعا دلوقتي التركيز على مباراه الكاس، لان مباراه الكاس طبعا معروف ان هي خروج المفروض، ودائما مباراه الكاس بيبقى فيها مفاجات وكده. فانا يعني وجهت كلام للاعبين ان لازم يبقى في تركيز في مباراه الكاس، لان كل الفرق بيبقى عندها الرغبه ان هي تعمل مفاجاه الكاس. والحمد لله استعداداتنا التدريبات ماشيه كويس جدا سواء في الجانب البدني او الجانب الصحي. الحمد لله كل اللاعبات تقريبا انتظمت المباريات ما حصلتش اي اصابات، اخرهم مريم قواتي وهي الشامي. الحمد لله كل الاصابات اللي عندهم انتهت وكل اللاعبات منتظمه التدريب، وان شاء الله هنلعب مباراه سموحه بقايمه كامله للنادي الاهلي باذن الله. كابتن حمدي، ازاي بتشوف شكل المنافسه في كاس مصر هذا الموسم؟ الحقيقه المنافسه السنه دي منافسه كويسه جدا، لان احنا عارفين فريق وادي دجله معظم اللاعبات بتاعته انضمت لفريق الزمالك وفريق الشمس، وطبعا ادوا قوه كبيره للفرق ديت، الفرق دي دعمت اللعيبه ديت، فالمراكز اللي كانت عندهم فيها نقص دعموها. فطبعا احنا متوقعين السنه دي هيبقى في منافسه قويه من الشمس والزمالك والسبورتنج برضه سواء في الدوري او في الكاس. وماذا عن معسكر الفريق استعدادا لبطوله افريقيا؟ الحقيقه طبعا احنا في الاول هنتمرن تدريبات مفتوحه عادي في النادي الاهلي لتخللها مباريات الكاس والدوري. ان شاء الله باذن الله مجلس الاداره وافقنا على معسكر خارجي في دوله سلوفينيا، هتبقى 10 ايام باذن الله، هيتخللهم 4 مباريات قويه مع اقوى الفرق في الدوري السلوفيني. ان شاء الله باذن الله يعني بنامل ان احنا في المعسكر دوت من خلال المباريات ديت نستكشف مدى القوه بتاعتنا ونستكشف الاخطاء بتاعتنا عشان نقدر نعالجها في كره افريقيا. كابتن حمدي الصافي بشكرك، شكرا جزيلا وكل التوفيق للفريق.
قال رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أنه تمت الموافقة على خوض فريقي الطائرة رجال وسيدات بالأهلي لمعسكرات أعداد خارجية لتجهيزهما للمشاركة في بطولتي إفريقيا، حيث تقام بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات خلال الفترة من 15 إلى 25 من مارس، وبطولة إفريقيا للطائرة رجال خلال الفترة من 25 من مارس وحتى 6 من إبريل القادم. وأضاف أن معسكر إعداد فريق الرجال تقرر إقامته في بولندا خلال الفترة من 12 إلى 22 من مارس، على أن يقام معسكر إعداد فريق السيدات خلال الفترة من 20 فبراير إلى 1 مارس في سلوفينيا. وشدد عبد القادر على أن النادي حريص على تجهيز الفريقين للمنافسة بقوة على اللقب، إلى جانب تلبية طلبات الأجهزة الفنية من أجل تحقيق هذا الهدف.